لا تتوقف النيران هنا، حرب ضروس تدور على جبهات الغوطة الشرقية. النظام يهاجم والمعارضة تتصدى، وما بينهما هدنة اسمية بل باتت شرعية للنظام لزحف بري وقصف جوي. كتيبة حزرم الاستراتيجية في الغوطة الشرقية مسرح لمعارك لا تتوقف بين المعارضة والنظام، والتي يسعى فيها الأخير للسيطرة عليها والاقتراب أكثر من قلعة المعارضة مدينة دوما. في خرقن واضح لوقف إطلاق النار، حاولت ميليشيات الأسد اليوم التقدم من جهة بلدة الميدعاني إلى كتيبة حزرمة واستطاعت السيطرة على الكتيبة، لكن صباح اليوم أو منذ قليل استطاع الثوار والجيش الحر من فيلق الرحمن من استعادة السيطرة على الكتيبة. الله أكبر. دوما وعربين وزملكا والمرج تقصف بطائرات روسية وأخرى سورية، قصف قد يكون بوابة لضغط عسكري يفتح الباب أمام سيناريو مشابه لدارية إن لم يكن للمعارضة كلام آخر. فالتقدم البري البطيء للنظام بات يشكل خطرا على الغوطة، لا سيما عقب سيطرته على طرق وبلدات استراتيجية في المنطقة. وما زالت هجمات النظام وميليشياته الأجنبية مستمرة في هجومها حتى هذه اللحظة على قرى وبلدات منطقة المرج، وحققت تقدما بريا على مواقع تحت سيطرة الثوار، مستغلين في ذلك التزام الفصائل الثورية المقاتلة في الغوطة الشرقية باتفاق الهدنة المعلنة. على الضفة الأخرى من الحرب حراك ثوري ينادي بوحدة الفصائل وشق الطريق نحو العاصمة. ضغوط لاقت آذانا صاغية إذ شكلت المعارضة غرفة عمليات لسير المعارك في الغوطة، فهل ستنجح في استعادة ما خسرت أم أن التحالفات أقوى من النيران؟